نعم، نعود إلى الدكتور محمد إبراهيم الطراونة، رئيس منظمة طب الأسرة للشرق المتوسط ومستشار طب الأسرة، في الحديث الذي أجريته معه الدكتور حجيج، ورأيه أو إعانته في إعانة معنوية كبيرة، إعانته لجمعيتكم حتى تتمكنوا من الوصول لهذا الاختصاص. أود أن يسلط الضوء مرة أخرى أمام هؤلاء الطلاب على اختصاص طب الأسرة أو اختصاص الطب العام، لما له أهمية مجتمعية ومسؤولية اجتماعية، لأن طبيب الأسرة أود أن أقول لهم هو يعنى بالوقاية الصحية، يعنى بالعلاج، يعنى بالتأهيل، وكذلك يعنى بالشخص لا بالمرض العضوي، يعني هو يسلط الضوء على الشخص كوحدة واحدة بأبعادها الثلاث، البعد الجسدي والبعد النفسي والبعد الاجتماعي، بتركيز على اختصاص طب الأسرة لأنه هو اختصاص جديد، يعني هو بل بدأ من الستينات من العام من القرن الماضي، وواجه صعوبات حتى وصل إلى ما هو عليه الآن في الدول المتقدمة في كندا وبريطانيا وأستراليا، حيث أن عدد أطباء الأسرة والأطباء العامين يزيدون عن 50% من الأطباء في تلك البلدان، ويتمتعون برعاية صحية ممتازة ورعاية صحية شاملة لجميع أفراد شعوبهم، وهذا ما نطمح إليه في أسبوعين إن شاء الله. إن شاء الله. وكان في حديثه أيضا نظن أن مش وقت الاستماع إليه، هو حديثه مع ممثل المنظمة العالمية للصحة لتحديث وتفعيل هذه الاختصاصات في البلدان العربية التي ليس لها هذا الاختصاص. نعم، لاونكا اللي هي المنظمة العالمية للطب الأسرة اللي هي الممثل لهذا الاختصاص في المنظمة العالمية للصحة، رانا تلاقينا مع رئيس هذه الجمعية الدولية اللي هو مايكل كيد، حييه عبر هذا الأثير، لأن الآن كان الإنترنت تقدر تخلي هذا التواصل ما بين الناس. فأحيي لأنهم في لاونكا عندما تكلمنا معهم فتحنا الباب لدخول الجزائر كجمعية علمية إلى لاونكا، ولو أننا لسنا مختصين في طب الأسرة، نظروا أن نبحث ونرى أن مستقبلنا هو في تطوير طبنا العام أو طب الأسرة، فطوا لنا كلمة الرئيس هذا هي أن لستم وحدكم، فكل الجمعيات لطب الأسرة معكم الآن لكي نتواصل ونتبادل المعلومات لنصل إلى طب أسرة أو طب عام أرقى في الجزائر كما في كل الدول التي ليس لديها هذا النمط من الاختصاص. ما هي الدول العربية دكتور حجيج التي تقدمت في هذا المجال في مجال الأسرة؟ هي لا، التفسير هو مختلف، فكل الدول اللي كانت تابعة لفرنسا لها تأخر في طب الأسرة طب العام، وكل الدول التي كان لها انتماء انجليزي، وكل الدول العالم ليست غير إلا العربية، فلها تطور وتخصص في طب الأسرة وطب الطب العام. فهو تاريخ، أقدر نقول تاريخ، ولكن الاختلاف ما بين التاريخ والحاضر هو في الحقيقة إرادة الأشخاص، وتصل إلى ما هو أرقى لمجتمعاتها ومن لمواطنيها. نعم. شكرا لك دكتور رضوان حجيج، رئيس الجمعية الجزائرية للطب العام. شكرا لك دكتور محمد لرفقني في هذا العدد من برنامج صحتك هي دنيتك، لقاءنا بكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس التوقيت.